السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة بيغ تي في، وإليكم أبرز العناوين. رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ينفي تلقي تقارير من 1445 بلدية. وجاب الله يؤكد أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطية تنسيقية دائمة وليست إملاءات ظروف. وزير الداخلية يؤكد أن تصرفات أفراد الأمن تجاه المتظاهرين بتيزي وزو تجاوزات استثنائية وأفعال معزولة. وفي فرنسا هولندا يحتفي بذكرى إبادة الأرمن ويصف موقف تركيا من القضية بالمتطور. أهلا بكم إلى التفاصيل. ذكرت أمس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في بيان لها والذي تلقت قناة بيغ تي في نسخة عنه أنها لا تزال في انتظار التقارير النهائية للجان البلدية والولائية من أجل إعداد تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 أفريل 2014. هو بالحقيقة يعني اللجنة الوطنية منذ انتهاء عملية الانتخابات وإقرار النتائج بصورة أولية السبت الماضي، اللجنة الوطنية بعد اجتماعها وبعد تداول أصرينا أننا نرسل تعليمها إلى كل لجان ولائية عبر كافة الطراز الوطني ومن خلالها إلى كل لجان بلدية 1541 بلدية حتى توافينا بتقارير نهائية وغرف عملية انتخابية منذ بدايتها إلى غاية نهايتها. وعلى ما أظن هذا الشيء يعني موضوعي، وكذلك حتى نكون كذلك محايدين ونكون كذلك ألمينا بجميع ظروف الانتخابات عبر كافة الطراز الوطني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فتح بوطبيق بخصوص أجال تسليم اللجان لتقاريرها. هو في الحقيقة بالنسبة للجان البلدية أعطيناهم أقصى أجله 27 غدا إن شاء الله 27 أفريل 2014، بالنسبة للجان الولائية أسبوع من بعد ذلك أي 4 مايو. وردا له على سؤالنا المتعلق في حالة ما إذا أثبتت التقارير المنتظرة تجاوزات في العملية الانتخابية، أوضح بوطبيق: نحن لسنا علاقة بالنتائج الانتخابات، بل احنا فقط نصر على نزاهة عملية الانتخاب ممارسة عملية. يعني كما تقول نصوص قانونية، الجهة الوحيدة المخولة بالنتائج ونظر فيها ونظر تحية المجلس السوري، هذه جهة دستورية جهة قانونية لا نقاش حولها. انتظار اللجنة لباقي التقارير هدفه رفع كل لبس وتفادي أي مناورات سياسية مفضوحة، والأساس من ذلك تنوير الرأي العام. أكد صباح اليوم عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو بالتنسيقية الوطنية من أجل التحول الديمقراطي على أنها تنسيقية دائمة وليست بالظرفية. فنحن في إطار التنسيقية نرغب في أن نتواصل مع أكبر عدد ممكن من الشخصيات الوطنية المؤثرة في الساحة الوطنية. ما نريد أن نتفق عليه شكل أجندة وطنية تهم الجميع. لنا رأي نعم، ولكن نريد أن نتفق على موقف موحد في إطار التنسيقية. ويأتي هذا التحرك بعد أن قررت مجموعة الأحزاب المساندة للمترشح السابق في الانتخابات علي بن فليس إطلاق قطب القوى الذي يضم 13 حزبا من أجل التغيير. تم الاتصال لحد الساعة ببعض الشخصيات، منهم حمروش ومنهم غزالي ومنهم علي يحيى عبد النور، في اتصال سيكون الأيام القليلة قادمة مع بن فليس في موعد مرتب معه. أنا أتوقع أنه يتجاوب مع المسعى. وفي ختام الندوة الصحفية التي أقيمت بمقر حزب العدالة والتنمية تحت عنوان افتتاح أشغال ندوة تكوينية، انتقد جاب الله النظام بشدة واتهمه بإفساد التحول الديمقراطي في البلاد، مضيفا أنه أرجع بالحقوق والحريات إلى الوراء وأشاع أمراض الرشوة والبيروقراطية. أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحاميز أن الأوضاع في منطقة غرداية عادت إلى مسارها الطبيعي، داعيا بذلك مواطني هذه المنطقة إلى التحلي بالود والتعايش السلمي. كما تطرق الوزير في الندوة إلى أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو، مؤكدا أن تجاوزات الأفراد الأمن خلالها هي استثنائية وأفعال معزولة.
بخصوص التحقيق الذي فتحته المديرية العامة للأمن للتحري في الموضوع، أشار الوزير إلى أنه توصل مبدئيا وكعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات. ووفق السيد بلعيز فإن التحقيق ما زال ساريا وجاريا، وأنه إذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين، وحينها تأخذ العدالة مجراها. وعلى العموم فإن الوزير أشاد بالاحترافية العالية والمهنية التي تعامل بها أسلاك الأمن مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن. قدم الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وأصالة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعازي الجزائر لكولومبيا إثر وفاة الكاتب الكولومبي الشهير جابرييل غارسيا ماركيز. ووقع يوسفي نص التعزية لرئيس الجمهورية بسجل التعازي بالممثلية الدبلوماسية لكولومبيا بالجزائر. وجاء في نص التعزية: برحيله أزدل جابرييل غارسيا ماركيز الستارة على 100 عام من العزلة بعد عمر حافل بالإبداع ناهز 87 عاما. وأردف رئيس الجمهورية: رحل جابرييل غارسيا ماركيز صاحب جائزة نوبل للآداب من الساحة بأناقة، وسيظل حاضرا فيها برصيده الذي لن يسد أحدا الفراغ الذي خلفه برحيله. ليضيف في الأخير: لتنعم روح جابو بالسلام، وليجد الأوفياء لذكراه العزاء في أعماله الخالدة التي لا تضاهيه أي أعمال أخرى. للتذكير، كان الكاتب الروائي الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز قد توفي يوم 17 أفريل 2014 بمنزله بمكسيكو سيتي عن عمر يناهز 87 عاما بعد معاناة مع المرض. ويعد ماركيز واحدا من أعظم المؤلفين باللغة الإسبانية. سلمت الجزائر أمس الخميس المغرب شبكة للاتجار الدولي في المخدرات كانت مطلوبة دوليا حسب مصادر إعلامية مقربة. وحسب نفس المصدر، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية الخميس إن مصالح الأمن المغربية تسلمت من طرف السلطات الجزائرية شبكة إجرامية للاتجار الدولي في المخدرات وفي ارتكاب أعمال اختطاف واحتجاز وقتل. هذا وأوضح البيان أن الشبكة مؤلفة من شخصين يشتبه تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد واختطاف واحتجاز بمدينة ابن سليمان العام الماضي، ومحاولة أخرى للقتل بمدينة الدار البيضاء خلال العام نفسه. وتأتي عملية تسليم السلطات الجزائرية لهذه الشبكة الدولية حسب البيان تنفيذا لأمر دولي صادر عن السلطات المغربية بإلقاء القبض عليها. أكد كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط هيغ روبرتنسون أمس أن لندن تدعم الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد في هذا الصدد: لقد عرفنا الإرهاب في بريطانيا، لذا فنحن ندرك مدى صعوبة مكافحته. مضيفا أن المملكة المتحدة التي عاشت في السابق فترة مكافحة الإرهاب تدعم الجزائر وستدعمها على الدوام في مكافحة الإرهاب. من جانب آخر، أكد وزير الدولة البريطاني أنه لم تنسحب أي شركة بريطانية من الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيغنتورين في عين أميناس شهر جانفي 2013. وقال الوزير إن المملكة المتحدة لم تأخذ أبدا قرار سحب شركتها من الجزائر، بل إن الشركات البريطانية تبدي على العكس مزيدا من الاهتمام بالاستثمار بهذا البلد. فند مراد مالي المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالعاصمة الإشاعات حول استعمال قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لأغراض أخرى. هذا وأشار إلى أنه من أصل 13,000 ملف محل خلاف تمت تسوية حوالي 7,000 ملف بالتراضي، في حين تم تحويل 615 قضية للمحاكم، وذلك عند ثبوت استعمال قروض لأغراض أخرى. جاء هذا بعد وعود سلال خلال تنصيبه مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة بالسماح لأصحاب لونساج بعدم تسديد الديون. أنا بعد رغم يقول لكم ويكتبوا عليكم باللي ممكن لونساج تحبس ولا يديروا لها مشاكل، كونوا مهنيات نواصلوا لونساج أكثر من هذا، راح نزيد نساعد لونساج أكثر فأكثر.
هذا وأعلن مراد زمالي حسب ما تداولته بعض العناوين الصحفية أنه تم اعتماد استمارة تسجيل وحيدة من أجل تسهيل الإجراءات لفائدة أصحاب مشاريع الشباب، موضحا أنه يمكن منذ 20 أبريل الجاري تحميل هذه الاستمارة على موقع الوكالة، حيث بإمكان أصحاب المشاريع المستقبليين تسجيل مشاريعهم مباشرة على شبكة الإنترنت، وتدخل هذه الإجراءات الجديدة في إطار مكافحة البيروقراطية. خلال مشاركته بباريس أمس الخميس في الاحتفاء بالذكرى 99 لإبادة الأرمن، اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاعتراف بالإبادة التي قامت بها الدولة العثمانية سنة 1915 في حق الأرمني هو واجب على كل العالم، مضيفا أن كلمة الإبادة بدل المجازر أو المأساة التي جاءت في خطاب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان عشية إحياء الذكرى هي الكلمة الأنسب للاعتراف الضحايا الذين بلغ عددهم 1.5 مليون أرمني قتلوا في عمليات اضطهاد وترحيل. ووصف هولاند موقف الدولة التركية إزاء القضية بالمتطور، معتبرا اعتذارات أردوغان غير كافية. هذا وكانت الدولة الفرنسية قد أقرت بإبادة الأرمن في جانفي 2001، كما أقرت بهذه الأحداث العديد من الدول ليحيي الأرمن في كل أنحاء العالم ذكرى الضحايا في كل سنة. وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح اليوم اتفاق المصالحة الفلسطينية غير مفيد للسلام، ومشددا على أنه من مصلحة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام خلال ندوة صحفية أجرها أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية. تصريحات أوباما جاءت بعد يوم واحد من إعلان إسرائيل وقف محادثات السلام مع الجانب الفلسطيني احتجاجا على اتفاق المصالحة التي أبرمته حركة فتح وحماس. اتهم رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت أرسيني ياتسنيوك روسيا بالرغبة في بدء حرب عالمية ثالثة قد تمتد لتشمل بقية أنحاء أوروبا، مضيفا أن روسيا تريد احتلال أوكرانيا عسكريا وسياسيا. وجاءت اتهامات ياتسنيوك بعد ساعات قليلة على تصريحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف دان فيها العملية الأمنية والتي تقوم بها كييف ووصف إياها بالجريمة الدموية. نختم مختصرتنا من باكستان، أين قتل 4 أشخاص على الأقل صباح اليوم وأصيب 25 آخرون في تفجير هز منطقة سكنية جنوبي كاراتشي وفقا ما ذكرته الشرطة الباكستانية. وأضافت مصالح الأمن أن التفجير دمر عددا من السيارات ومبنى متعدد الطوابق بأضرار شديدة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. يأتي هذا التفجير بعد يوم واحد من انفجار قنبلة أسفرت عن مقتل ضابط الشرطة في العاصمة كاراتشي. نبدأ أخبارنا الثقافية بالسينما، حيث يشارك فيلم العودة إلى مونولوك للمخرج الجزائري المقيم بفرنسا محمد الزاوي في مسابقة الأفلام الوثائقية للمهرجان الدولي بكندا الذي انطلق اليوم وسيتواصل إلى غاية 3 مايو المقبل. ويروي عائد إلى مونولوك في 62 دقيقة قصة المناضل مصطفى بودينا، وهو الآن عضو في مجلس الأمة ورئيس الجمعية الجزائرية للمحكوم عليهم بالإعدام، إذ يعود إلى زنزانته بسجن مونولوك رفقة مدير المتحف، حيث يستعيد ذكرياته الأليمة في هذا السجن عن رفقائه الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل السلطات الاستعمارية كونهم حاربوا المستعمر الفرنسي ونضلوا من أجل الحرية والاستقلال. حيث تضمن الفيلم مجموعة من الشهادات لرجال سياسة ومحامين ومؤرخين سابقين جزائريين وفرنسيين عن النظام الاستعماري الفرنسي ورفضه الاعتراف بثورة التحرير الوطني. تتواصل فعاليات تظاهرة إحياء شهر التراث بخنشلة إلى غاية 18 مايو المقبل، كما تعرف إقبالا ملحوظا للزوار للاطلاع على الإرث الثقافي والتاريخي لهذه المنطقة من الأوراس، حيث تعرف دار الثقافة للمنطقة عروضا متنوعة من التراث المادي الذي تسخر به هذه الولاية والذي يعبر عن الفترات التاريخية التي تعاقبت على هذه المنطقة منذ ما قبل التاريخ إلى غاية الفتح الإسلامي. وتبرز هذه التظاهرة التي تنظم هذه السنة تحت شعار التراث الثقافي بين المعرفة والمهارة في زمن الرقمنة الكثير من الأسرار من خلال النقوش الصخرية والبصمات الأثرية الشاهدة على تلك الحقب التاريخية لمنطقة خنشلة.